احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق التوفيقيه يوم الاربعاء ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 27/9/2023 وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره المحيره. بسم الله ما شاء الله الجاموس في سوق التوفيقيه البيع والشراء شغال يا جماعه حيه. والسلام عليكم يا رجال. العمده اشرف المجراح. العمده اشرف المجراح عند عراهي. سعرهم قد ايه يا حاج اشرف دول؟ دولك 60 الا فك. 60 اللي فكه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. ذكرين صلاة النبي عليهم يا جماعة. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. أبو الشهاوي الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. أنت لا تقول لنا الحقيقة بكام والله؟ 59,000 يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. ربنا يخير عباده يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. البيع والشراء شغاله يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك انا. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معكم حاجه غيرهم ثاني؟ لا والله. طب ادينا الرقم لحد اصحابي يتواصل معاك. 010 67 3317 بعد فين يا غالي؟ العيون. العيون تيل برود. الله يبارك لك ويصلح حالك. اي حد يتواصل معك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معايا. 59,000 يا جماعه ده كريم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. تم بيعهم حد اشرف؟ اللهم صل عليك يا بسم الله ما شاء الله. صباح الفل حي. عامل ايه يا غالي؟ اداره سوق التوفيقيه طبعا احنا بنحيوها. اداره صح واداره جميله يا جماعه. برحبوا بكم والله. وبرحبوا باي حد من اي مكان. ناس محترمين الله يقويهم ويعينهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. 59,000 ذكرين بسم الله ما شاء الله عليهم. الله اكبر. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخذ المال. اللهم صل عليك يا بسم الله ما شاء الله. عامل ايه ما الذكر ده غالي؟ ها؟ 30,000 بسم الله ما شاء الله. الورقة يا شيخ العرب. اللهم صل عليك. ايه الورقة يا سيدي بكام؟ 100 بس. لا ب 80. اللهم صل عليك. خطاب يعمل على الجماعة ده حاج؟ 43,000 اي 44,000 بسم الله ما شاء الله. ربنا يجعلها مبروك عليك. حلوة؟ الله حلوة جميلة. الله يبارك لكم فيه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. 28,000 كم؟ 28,000 لا يا 28. هو قال لك يعني خدتها بكام يا حجينا والله؟ خدتها بكام؟ اي ده بكام والله؟ اي 40,000 بالامانه بكام؟ لحمه ولا ايه؟ 40. بقول لك بالامانه الله وكيل. بالامانه انا كنت من بيت ومن بعيد. طب انا عملت اخر سعر كام يعني؟ جابت 40,000 ونص. بقول لك جابت 40,000 ونص. امال انت عايز فيها كام طيب؟ عايز فيها الله يبارك لك ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. عجميه صلاه النبي عليها يا الله اكبر. مالها معنتر معاك. كان بيبيع يا جماعه وما بعتش بتخسر من ثمن. الله يقويك ويصلح حالك. بتغرم 5,000. ربنا يعوض عليك. اداره سوق التوفيقيه اداره 100 100. الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. صباحكم ابد ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار. 74 بره بتوصل. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.